ودم الشهداء علينا دين. المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها، ونبعث رسالة واضحة أن معكم وفي خندق واحد لتحرير فلسطين والأقصى والقدس، ونبعث رسالة إلى الحكومة الأردنية وإلى المسؤولين الأردنيين أن أرض الأردن الطاهرة يجب أن لا تدنس بأقدام المجرم الصهيوني نتنياهو، ولا ننخدع بكلامه المعسول، فهو منذ أن خرج من عمان جاء بمجزرة ومذبحة في جنين ذهب ضحيتها إخواننا الشهداء. نقول لهذا المجرم ونقول لحكومتنا أن الأردن أرض طاهرة لا تتقبل أبدا أي أقدام صهيوني على أرضها. فليعد الأقصى عزه، ودم الشهداء علينا دين. يوم الانتقام جاء يوم الانتقام، لأننا مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني في خندقه وفي معركته معركة التحرير، وأننا ضد التطبيع، وأن التطبيع بهذا خيانة. الشعوب تقول بكلمتها بوضوح، التطبيع خيانة ولا يمكن أن تقبل هذه اللقاءات التطبيعية التي تقودها بعض الدول العربية مع هذا الكيان. هذا الكيان لا يسع له رد إلا الجهاد وإلا المقاومة ودعم هذه المقاومة. ونقول أن الشعب الأردني هو ليس متضامن، هو جزء من هذه المعركة، ولا يتأخر الوقت حتى تلتحم أجسادنا بأجساد أهلنا على أرض فلسطين في معركة التحرير. ونقول لنتنياهو كفى من هذه الجرائم، والله لن تجوب كيانك ولا دولتك.